المرحلة التي بعد ذلك أنه يستحب تقديم أعضاء الوضوء عند تغسيل الميت كما يفعل بالحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة لما أراد أن يغتسل من جنابه توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك عمم جسده بالماء. وكذلك نقول الميت إن المستحب أن يبدأ بأعضاء الوضوء، وطريقة والدليل على ذلك قبل أن نبدأ بالطريقة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء كما في حديث أم عطية: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، فدل ذلك على أنه يستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء. والفقهاء رحمهم الله تعالى لا يقولون يوضأ لأنه ليس عليه حدث أصغر لكي يقال إنه يوضأ، وإنما يقول يبدأ بمواضع الوضوء شبها بالغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ لم يرتفع حدثه وإنما هو فعل، فلذلك استحب في أنا أقصد حديث ميمونة في الجنابة. ولذلك فإن هذا هو ابتداء بمواضع الوضوء. كيف يكون نبدأ، لأن كيف يكون غسل أعضاء الوضوء والبدء بها؟ قالوا يكون غسلها بإمرار الماء عليها، أقل ما يسمى غسلا هو إمرار الماء عليها، فأن يصب الماء على أعضاء الوضوء الأربعة: الوجه واليدين ثم الرأس والقدمين، هذا هو الذي يسمى وضوءا. فإن انضاف إلى الغسل دلك وهو إمرار اليد أو ما على اليد من فوطة أو قماش ونحوه فإن هذا أتم ولا شك. فيبدأ إذن المغسل بغسل أعضاء الوضوء مع إمرار شيء عليها إن شاء أو إجراء الماء وحده فإنه كاف في ذلك. أيضا مما يتعلق كما قلنا إن الوضوء يستحب فيه التيامن، فكذلك يستحب أيضا التيامن لحديث أم عطية في غسل أعضاء الوضوء.